كنتفق مع احنا اللي دخل كنشكر الجمعية على هذا اللقاء، لأن هذه الجمعية هذه هي لكم وكل أعضاء ديالها لجنة بضوء. كيف أنتم كتفكروا بهذه اللغة؟ لأن فعلا هذه المعاناة كتجي واحد المستوى ما بقيناش نقدر نطيقوها حقيقة، راه حتى هما أعضاء الجمعية كيفكروا بنفس المنطق. وبالتالي أنا كنشكر الأخت ربيعة لأن جات متأخر، لأنه الله يحسن العون هاد الناس ما كيبغيوش يسمعونا، وحنا كنقول لهم خصكم تسمعونا لأن المطلوب ديالنا عادي هو الحق في المدينة. دابا كنقولوا المدينة عندها الحقوق ديالها، وأول حق من حقوق الإنسان هو الحق في السكن. راه ما يمكنش كيما قال قلتي أنت الوالدة، أنا كنتفق معاك، لأنه إلا ما كانوش كيضربوا الحساب على أنا ماشي فقط دابا حنا باعنا في السكن، باعنا في ولادنا، باعنا في ولادنا، لأن إلا ما كانش سكن لائق وكانت فيه شروط ديال الكرامة كنا على يقين على أنه حنا كنضيعوا في ولادنا. أكيد هذا راه منطق، لذلك أنا كنحيي الجمعية كون أنها التفت لهذا الموضوع لأنه مهم جدا. وانا كنهضر على هذا الملف من بين التعاريش اللي وقع فيه، فعلا فيه فساد. ملف ديال دور الصفين وانا غنكررها، هو ملف مشهور بالفساد. بدليل علاج هو ان عملي رئيس الجمعيه قبل المبادره واتصل باعضاء رئيس اعضاء مجلس البلدي، لانه هما اللي عارفين هذا الملف. علاش ما جاوش؟ حيت كنقولوا ما جاوش، وحنا كنقول لهم ما كنرفضوا حتى شي واحد، لان ملي كنشوف في اطار القانون كنشوف فيها العجينه. علاش؟ هذا الملف بدا من 2004 بغيت سالا في 2008، ولكن هو ما تسالاش. لكن شنو السبب؟ ما نعرف. لانه هذاك التدبير اللي تدار المفهوم ديال الارض في المدينه العربيه كله فساد. وانا عطيتكم غير جوج ديال التجزئات لان عندي فيهم توثيق. التجزئه ديال الفتح والانبعاث، كاينه واحد مجموعه من الناس لا علاقه لهم بدور الصفيح استافدوا. كي داروا استافدوا؟ لانهم عندهم علاقات مع رئيس مجلس البلد. غنحيدوا من التاريخ لان ضروري اسمحوا لي الاخ الله يرحم الوالد غير داخلين على بعضهم. تاريخ 2008 تدارت المحكمه الرمزيه رئيس المجلس البلدي الحالي قاعده الساعي، وكانت ملفات كبيره وبان على انه فعلا كاين فساد في تدبير الشأن بمدينة العرائش، لذلك ما قادينش يواجهوا عباد الله وما قادينش اطلاقا على انه يتعامل مع الحي ديال جنة البيضاء، لان الموضوع هو الذي لم تتعامل ولكن تتذكر على جنة البيضاء. كيقولوا الورثة وكذا وكذا وكذا، هذا كلام خاوي، لان كنا في القانون جوج الحاجات، هو نزع الانقياد المنفعة العامة، مسألة عادية جدا. ملي كتكون أرض فردية كنديرو نزع الملكية، ملي كتكون أرض جماعية أو أرض سلالية كنديرو نزع الملكية. علاش؟ لأن كاينة مصلحة المواطنين اقتضت. حنا بالنسبة لنا الثقافة ديالنا المتواضعة واش غنوريهم؟ ما غيمكنش. هذا هو السبب اللي الملك في الخطاب ديالو ديال 13 أكتوبر وعد بالزلزال السياسي. قال كلامه، علاش قال الزلزال؟ الملك الخطابات ديالو الأخيرة كانت قوية، لأن أين كنشوف الصورة ديال المغرب بقات كتشوى على المستوى الدولي، لأن دابا شنو كنعاني في البلاد ديالنا؟ كاين الفساد. مدينة العراكش بؤرة كبيرة ديال الفساد وديال ذنوب العقار، وهادشي بانت من خلال رسالة مراسلة ديال العام السابق الرئيس المجلس البلدي اللي كان سميتو عيد السنبار، واحد مجموعة ديال العمارات بمدينة العرايش كلها فساد في فساد. والتقرير نزيدو نذكرو أكثر، والتقرير ديال المجلس الأعلى ديال الحسابات ديال 2009 اللي هم مدينة العرايش بان على أنه فيه فساد. إذا بقى كيبان لنا غير فساد في مدينة العرايش. شنو الدور ديالنا حنايا؟ حنا كمواطن شنو الدور ديالنا؟ عندنا واحد الدور مهم في إطار الدستور ديال 2011 في إطار المقاربة انتشر فيه، هو أن من حقنا حنايا كاملين بنا اننا نصيغوا القرار مع الناس ديال المجلس البلدي.
الناس المجلس البلدي ما كيبغيوش لانهم حتى هما متورطين. علاش ما جاش نائب الرئيس ما عنده ما يقول في الموضوع؟ لانه كان كينتقد الموضوع. حشماني لا دابا ولا مع رئيس المجلس البلدي اللي كان في واحد الوقت الوقيته كينتقدوا واللي كيقول خصو يتحاكم. دابا ولا مع النائب ديالو، بمعنى ان العلاقه اللي جمع هذا المجلس البلدي باللي كيديروا التدبير وبالمعارضه، انا كنقولها وكنتحمل فيه المسؤوليه، من بعد غادي نخرجوا للحلول، غنجي بخط طبيعه، لان الحل الوحيد ولكن كنعقل له كنديروا فيه العقل باش ما تدخلوش في اطار الحكم التحرير، لان احنا كمجتمع مدني كنتذكروا الا ما هضرت شي ما غنصاوبوش الكلمه. اذا الان حنا كنصاوبوا الكلمه، قلت على ان المجلس البلدي وانا كنتحمل فيه المسؤوليه وهذا الصوت راه يقول في ديالي كاملين كيتحملوا المسؤوليه فيما آلت اليه الاوضاع بمدينه العرائش. العرائش ما فيهاش سياسه المدينه اطلاقا، وغنشرح اكثر مهم مع بعضياتنا كمغاربه كخوت كان قيوسي المتضرر. سياسه المدينه شنو كتعني؟ الحق في الصحه، واش عندنا الحق في الصحه؟ عندنا الحق في الدستور، ولكن الا مشينا للسبيطار ديال المريخ كاينه الكوارث. الحق في التعليم، ما عندناش الحق في التعليم، هذا بات خلال الخطاب الملك اصعب ملف اللي فيه الفساد هو التعليم. الخدمات الاجتماعيه، واش حنا عندنا الخدمات الاجتماعيه في مدينه العرائش؟ ما كايناش. البطاله خطيره، وهذا المشكل في البطاله نقول لكم واحد الحقيقه هو كيصور، انا كلامي كيوصل انا معروف. دابا كاين المشكل ديال المؤشرات ديال الجريمه، كيفاش؟ الولاد ديالنا ما خدامينش، القرايه ما بقاتش كتبغيهم، القرايه ما كتبغيش ولادنا، لان ما كايناش تعليم مواطن. اذا الولاد ما فين غايمشي؟ غايمشي مباشره للجريمه، وخاصه الاولاد ديالنا اللي كيفتقروا للسكن اللائق، اكيد على ان النتيجه ديال هذه الاوضاع هي جريمه لا قدر الله. حنا كنقولوا هذه المؤشرات، ودابا الان في المغرب كامل كاينه مدن ما تقدرش تمشي فيه كيصرفوا بنادم. حنا كنشوفوا في الفيسبوك على انه مؤخرا بنت سباقه صغيره دريه براء تقريبا كبيره من هذيك بشي عام ضربوها، داروا لها طريق وجا، لان الشباب ديالنا ولا كيتعرض لشي مسائل كتذهب العقل ديالو. والسبب ديال المشاكل هي الاوضاع ديال الفقر اللي السبب ديالها تدبير سيء ومفهوم الحكامه اللي هو السيء، واللي كيتحملوا المسؤولين السياسه العموميه اقصد كيتحملوا واحد المسؤوليه كبرى في هذا الباب. حنا اجتمعنا كنذكروا كنبنيو الكلام شنو غادي نديروا حقيقة على أن الجمعية هو ديال الانتخابات باش يجي عاوتاني نفس الغنية غيقول لكم صوتوا عليا، لأن المشكل اللي غادي نحل اللي عندي أنا في جدول الأعمال ديالي هو مشكل ديال الصفيح، وهذا كذب بدليل علاش ما جاوش في إطار هذا اللقاء. علاش؟ إذا حنا كنحملوا مسؤولية كبيرة في هذا الباب الأشكال ديال المواجهه وديال التصدي. دابا حنا ذكرنا على الموضوع الى اخره، هذه المساله فيها حوارات، فيها احتجاج بان الاحتجاج الحق ديالنا، ولكن الاحتجاج اللي هو معقول اللي غادي نبرمجوا له، اما غادي نديروه في البلديه، اما غادي نديروه في العماله الى اخره، واما غادي نديروه في الزق مع الجمعيات. اذا كل هذه الاشكال غادي نديروا لها التاويل ديالها وغادي نمشيو فيها، لان هي الباب الاخير اللي ممكن من خلاله نبلغوا الرسالة ديالنا للمسؤولين.